ضمن أنشطتها لاستعادة نشاط مؤسسات الدولة، أنهت لجنة المصالحة والسلام بمحافظة تعز ورشة العمل الخاصة بشرطة تعز والتي استمرت لثلاثة أيام. الورشة أقيمت تحت عنوان تحسين أداء الشرطة في خدمة الشعب، وشارك فيها عدد من ضباط الشرطة وقيادة الأمن بهدف تعزيز دور الشرطة وتنفيذ القوانين ومنع التجاوزات والتنبيه إلى تدخلات الاختصاصات، بل تداخل الاختصاصات مع الجهات الأخرى وعدم تجاوز القانون سواء في التعيينات أو قضايا المواطن. لجنة المصالحة عندها برنامج يشمل كثير من القضايا التي تعمل عليها، ومن هذه القضايا هي الاختلالات الأمنية واختلالات داخل المؤسسات السلطة المحلية بشكل عام، واختلالات داخل الجيش، وقضايا كثيرة تعمل عليها من أجل تعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي. ونحن ننطلق في المصالحة من إصلاح المؤسسات أولا، لأنه بدون إصلاح مؤسسات الدولة لا يمكن أن يستقيم الحال ولا يمكن أن يتحقق سلم ولا استقرار على الإطلاق. إذا كانت مؤسسات الدولة مختلة فمن الذي بيحقق الاستقرار؟ فبدأنا من مؤسسات الدولة.